أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن نبي جديد من أنبياء الله عز وجل، وهو النبي إدريس عليه السلام. وزي ما اتفقنا أننا هنحكي كل يوم قصة من قصص الأنبياء، وقصتنا النهاردة في الحلقة دي هو النبي إدريس المذكور في العهد القديم والجديد والقرآن الكريم. بس في الأول خلينا نفتكر سريعا الحلقة اللي فاتت عشان نربط الأحداث ببعضها وما نكونش تايهين من بعض. بعد ما قتل قابيل أخوه هابيل، هرب من المكان اللي كانوا ساكنين فيه مع أبونا آدم عليه السلام، وعاش في مكان بعيد اسمه أرض نود، وهو أرض المنفى. وبعد فترة رزق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم بابن جديد، وكان اسمه شيس. وزي ما عرفنا أن سيدنا شيس ربنا منحه النبوة والملك بعد سيدنا آدم عليه السلام، ومن نسله ظهر شخص اسمه مهلئيل حاكم الأراضي السبع. وزي ما عرفنا برضو أن مهلئيل خاض أول ملحمة وحرب عرفتها البشرية، وقدر يهزم قوى الشر من الشياطين والجن وغيره. وبعد كده خلف سيدنا مهلئيل ابنه يارد، ومن ذرية يارد اتولد سيدنا إدريس عليه السلام. وياريت ترجع للحلقة الأولى والتانية عشان تعرف بداية الخلق والبشرية من الأول وتعرف كل شيء. كمان ياريت عمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سيدنا إدريس هو تالت نبي أرسله الله للبشرية ليهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وذكر في التوراة والإنجيل وفي القرآن الكريم أيضا، وذكر في آية واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس هو من أهم الأنبياء اللي بعثوا في الدنيا عشان يعلموا البشرية في بداية الدنيا، وعلم الناس أسس الاجتماع والمعيشة. واسم إدريس كامل هو إدريس ابن يارد ابن مهلئيل ابن خينان ابن آنوش ابن شيس ابن آدم عليه السلام، وهو من الجيل السادس للإنسانية على وجه الأرض. وسيدنا إدريس مذكور في التوراة باسم خانوخ، وبيعني الاسم ده أنس الله، وفي القرآن باسم إدريس. وقيل إنه اتولد في بابل، وقيل في فلسطين. وبعد ما عاش سيدنا إدريس في بابل فترة من الزمن، فبعث الله بدعوته لأهل بابل، وده بسبب أنهم بدأوا يعصوا الله ويفقدوا تعاليم سيدنا آدم عليه السلام وأجداده زي شيس ومهلئيل عليهما السلام، فبدأوا يرجعوا تاني للعصيان اللي كان منتشر في عصر حكم مهلئيل، وقامت الحرب بسبب الفساد أيامها. فبدأوا الناس ينسوا عبادة الله من تاني وينسوا فضله عليهم، وبدأ سيدنا إدريس عليه السلام يدعوهم لعبادة الله عز وجل واتباع تعاليم أجداده شيس ومهلئيل وآدم عليه السلام، ولكن كانوا بيرفضوه وبيرفضوا دعوته وبيعصوا الله وبيهملوا كلامه وبيحاربوه وبيتهموه بالجنون، وكان منهم اللي بيتعدوا عليه بالسب والضرب. ولكن سيدنا إدريس كان دايما بيحاول معاهم عشان يرجعهم لتعليم رب العالمين، وبالفعل اتبع منهم عدد قليل جدا والباقي فضل على العصيان. فطلب سيدنا إدريس عليه السلام من الله أن يهديه لمكان تاني غير اللي عايشين فيه، ويكون زي بابل يبدأوا من الأول في تعميره وتأهيله. فهداهم الله إلى مصر، وعلى طول قرر سيدنا إدريس بأنه يرحل على الظالمين ويصطحب معاه الناس اللي أمنت بيه ويروح بيهم على مصر. وعشان إنهم كان عدد صغير كان صعب عليهم يتركوا بابل ويرحلوا عنها ويعيشوا في مكان تاني، فقالوا لسيدنا إدريس هل هنلاقي خدمة وموارد نعيش منها زي ما موجود في بابل؟ فقال لهم سيدنا إدريس ربنا رزقنا هنا وهيرزقنا هناك. وسيدنا إدريس كان دايما على يقين بالله عز وجل، وكرم ربنا والإيمان به كان طاغي عليه طول الوقت، وحاول ينقل الشعور ده للمؤمنين بدعوته، وبالفعل استجاب عدد كويس منهم وصدقوه ورحلوا معاه على مصر. وبعد ما وصل لمصر شاف نهر النيل نطق وقال بابليون، ويقصد بكده ان المكان ده زي بابل، واتعرف بعد كده بابليون باسم من اسماء مصر القديمة. وسيدنا إدريس عليه السلام هو اول شخص يكتب بالقلم، وهو اللي علم الناس التدوين والكتابة، وعلم البشرية بعد كده الخياطة وحياكة الملابس والخيوط وصناعة ملابس مخصصة تحميهم من البرد. وبحسب كل المصادر ان سيدنا إدريس كان بيملك علم واسع، وقدر بفضل الله ينقل كل التعليم دي للناس اللي امنت بيه واتبعوه، واغلب تعليمه ومعرفته كانت عن البعث بعد الموت والحياة الاخرى والحساب عند الاخرة والايمان بوحدانية الله عز وجل، وان الله هو خالق كل شيء، وان مصدر كل ما حولنا في الحياة الدنيا هو اله واحد. وزي كتير من الرسل امر متبعيه بضرورة التطهر والصلاة لرب العالمين والصيام لوجه الله، وحاول اقناعهم بفضل العبادات دي وليه اصلا بنعملها. وسيدنا إدريس هو أول شخص يعلم الناس السياسة المدنية وطرق التعايش الاجتماعي والمواطنة. وفي زمنه كان فيه أكتر من 72 لغة بيتكلموا بها البشر، ولكنه كان عارفهم كلهم وكان بيتكلم بهم وبيتواصل مع المتحدثين بكل لغة بطلاقة. وكمان دون صحف الوحي اللي نزلت عليه من ربنا عز وجل، وسابها وسط الناس يتعلموا منها ويطبقوا تعليم الله عز وجل. وعاش سيدنا إدريس وسط أهله سنين طويلة، وبيقال عاش 800 سنة. وفي خلال حياته الطويلة دي كان دايما بيدعي الناس للتوحد وتعليم أجداده، حياة كانت مستقرة بشكل كويس، وآمن بناس كتير وعاشوا معاه في زهد وعبادة وتقوى. وفي يوم من الأيام أوحى الله لسيدنا إدريس إن كل يوم يرفع إليه أعماله وهي تساوي كل أعمال بني آدم، يعني أعمال بني آدم كلها في كفة مساوية لعبادة سيدنا إدريس له وحده. ف
فحب سيدنا إدريس أنه يسدد أعمالا عند الله، فنزل ملاك من السماء، وده بحسب الحديث المذكور أنه كان خليل سيدنا إدريس عليه السلام، وأخبره بأن الله أمرني أن أنزل لك من السماء لأرفعك إلى السماء الرابعة. وهناك قابل سيدنا إدريس ملك الموت وكلمه وقال له أمرني الله عز وجل أن أقبض روحك في السماء الرابعة تكريما من الله وأجر على دعوتك وعبادتك وطاعتك في كل شيء. ونزلت آية من عند الله ورفعناه مكانا عليا، ويقصد بالآية قبض روحه في مكان عالي عن الأرض تكريما له. ودي كانت قصة سيدنا إدريس عليه السلام بشكل مختصر وبسيط. الحلقة الجاية هنتكلم عن نبي جديد وقصة جديدة من أنبياء الله عز وجل. ما تنساش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، واشوفكم في الحلقة الجاية.